نروح لترند. تصدر ترند احمي بلدك او احمي نفسك مواقع التواصل الاجتماعي تويتر في مصر. طبعا هذا الهاشتاج اللي تصدر الترند كان بسبب القلق من فيروس كورونا، هذا الفيروس اللي بنأكد انه زي ما حضراتكم بتتابع انه بيهدد العالم كله. ورغم القلق المتزايد بسبب انتشار الفيروس الا ان المصريين بيثبتوا كل يوم مهما بيحصل انه في وعي حقيقي، ان هم بيقدروا يفرقوا ما بين الحقيقه والشائعات. رد المصريين بهاشتاج الحقيقه كانت عدد كبير جدا من الهاشتاج بدعوات لحفظ مصر من هذا الفيروس ومن كل سوء ومن الشائعات اللي بتترصد بمصر، واحنا اكيد بنضم صوتنا لصوتهم، ربنا يحمي بلادنا يا رب من كل سوء. خلينا نشوف مع حضراتكم بعض التغريدات وهاشتاج احمي بلدك احمي نفسك. خليني أقول لحضراتكم كمان إن الاحتفال بيوم المرأة العالمي في مصر والوطن العربي والعالم كله كان مسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي، والرواد السوشيال ميديا انتهزوا الفرصة من خلاله، سواء إذا كانوا من الرجال أو النساء، بتوجيه يعني بتوجيه التحية للمرأة اللي بتمثل كل المجتمع. خلينا نشوف نماذج من احتفال رواد مواقع التواصل الاجتماعي باليوم العالمي للمرأة. وما زالت طبعا ما بيعديش يوم الا بنلاقي ترند يتعلق باخبار كره القدم، وكان ابرزها هو سقوط فريق ريال مدريد في فخ الهزيمه امام فريق ريال بيت بنتيجه 2-1 في ختام منافسات الجوله 27 من الدوري الاسباني. وكان حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا ان خساره الريال خسر يعني بسببها كده يكون خسر صدارة الدوري الأسباني لصالح غريمه التقليدي برشلونة، والعشاق كانوا سعداء طبعا بالنتيجة دي. خلينا نشوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إيه عن خسارة الريال.